السلام عليكم. موضوع اليوم يمكن أن نعتبره من المواضيع التي يمكن تصنيفها للخيال العلمي، تشكيك في بعض الحقائق، ولما لا يمكن أن نصنفه في بحث عن الحقائق. بطبيعة الحال لن أدلي برأيي لا بالتصديق ولا بالتكذيب، ولكن أنا أطرح الموضوع للمشاهد ليناقش ويحلل ما سأتي به من حقائق. أولا، هناك موضوع كثر الأخذ والشد والتجاذب في الآراء حوله، وهو أنه الجبال التي نراها على سطح الأرض ليست في الحقيقة كتل صخرية، بل هي أشجار تم قطعها. بمعنى آخر، أن هذه الجبال هي عبارة عن جذوع لأشجار عملاقة. لماذا وصلنا إلى هذه النظرية؟ ففي أحد المواقع المحمية في الولايات المتحدة الأمريكية تم اكتشاف جبل غريب في تشكيله، فبمجرد أن تراه وبمقارنة بسيطة مع جذع شجر مقطوع ستجد تطابق يتشابه في تفاصيل كثيرة. وأهم هذه التفاصيل هو أنه الصخور التي تكون منها هذا الجبل هي عبارة عن عروق تشبه بشكل يكاد يكون متطابق الخلايا السداسية الشكل للخلايا النباتية للأشجار وللكثير من النباتات. فرغم أنه الجميع يقول بأن هذا الجبل هو عبارة عن تشكيل بركاني، ولكن مهما حاولنا أن نقنع أنفسنا بهذه الحقيقة، بمجرد رؤية العين ورؤية هذه العروق وهذا التشكيل الذي ينساب تماما كما تفعل الشجرة عندما تنغرس في الأرض في جذورها لتبحث عن الماء، نفس الشكل يتطابق. إذن هل فعلا هذه الجبال التي نراها هي جذوع لأشجار تم قطعها؟ لنتخيل مدى كبر هذه الأشجار، فحسابات أعطتنا بأنه مثلا الشجرة التي تم اكتشافها على أنها جبل، من خلال حسابات قطرها تم تحديد أن ارتفاعها يمكن أن يصل إلى 6 كيلومترات. تخيلوا هذا الارتفاع العملاق. بل الأدهى من ذلك، ففي جنوب إفريقيا تم اكتشاف كذلك جبل يشبه إلى حد كبير في قطعه واستواء قمته جذع شجرة تم قطعها. وعند القيام بحسابات وجدنا بأن الرقم أكثر بكثير من 6 كيلومترات، بل تضاعف ليصل إلى 60 كيلومتر، بمعنى أن علو هذه الشجرة وصل إلى ارتفاع لا يمكن أن يتخيله. إذن الفرضية تقول بأن كانت هناك أشجار عملاقة وتحجرت. بسبب ماذا؟ الأبحاث لم تجزم، نظريات كثيرة وكل يدلي بدلوه. الغريب في الأمر أنه عند البحث في القرآن نجد مجموعة من العبارات التي تربط الجبال بالأشجار، وسأعرض عليكم مجموعة من الآيات التي ربطت الأشجار بالجبال. أترككم التعليق. كذلك عند البحث في معجم ولسان العرب نجد بأن الجبال في بعض التفاسير والشروحات يمكن أن نفسرها بالتنوين بالجبل على أنها أشجار صلبة أو يابسة، وهناك تعاريف أخرى تؤدي إلى أنه الجبال معناها كل ما هو أوتاد مرتفعة عن سطح الأرض وبارزة. كل هذه المؤشرات تعزز فرضية بأن هذه الجبال هي عبارة عن جذوع لأشجار تم قطعها. النظرية هي قابلة للتصديق، وفي نفس الوقت يصعب تصديقها.
سنترك للزمن هو من سيرينا الحقائق، لأن الطبيعة تكشف حقائقها آجلا أم عاجلا. والسلام عليكم ورحمة الله.